عزيز، مدير مكتب تنشيط السياحة في منطقة تون الجبل. نحن الآن في استراحة أو فيلا الدكتور طه حسين في المنطقة الأثرية في تون الجبل. الاستراحة بنيت خصيصا للدكتور طه حسين. الدكتور طه حسين كان عميد كلية الآداب جامعة القاهرة سنة 1930، وكان هو اللي أدى أوامره أو صرف فلوس للدكتور سامي جبر عشان يكتشف أو يكمل حفاير تون الجبل. صرف 500 جنيه للدكتور سامي جبر سنة 1930 عشان يجي يعمل حفاير في تونة الجبل. اما الدكتور طه حسين كان عايز يعمل حفاير الاشمونين، فالدكتور سامي جبر جه على تونة الجبل بالصدفه، جابته هنا لانه كان شغال قبل كده في تونة الجبل مع الاجانب. فجه هنا اكتشف مقبره اوزيريس، اكتشف البيوت الجنائزيه. الدكتور طه حسين يجي فجه هنا عشان يشوف نتائج الحفاير، كان انتشر صيتها وكان المنطقه سمعت. سامي جبر اكتشف منطقه بحالها، سامي جبر اكتشف تونة الجبل سنه 30. مين صاحب الفكرة، مين اللي ادى الفلوس، مين صاحب الأمر؟ كان الدكتور طه حسين، لأنه عميد كلية آداب جامعة القاهرة، وجامعة القاهرة هي أول جامعة تعمل حفاير في تونة الجبل. فجه هنا هو أعجب بقصة إيزيدورا الفتاة اليونانية طب اللي ماتت غارقا، ايوه فأحبها قوي، يعني تعاطف مع قصتها. الراجل يعني اقتنع بقضيتها، فطلب يتبني له مكان قريب من إيزيدورا شهيدة الحب، وهو اللي أطلق عليها لقب شهيدة الحب. كان بيطلق لها البخور وعليها الشموع كل يوم خميس. كان بيقرأ الرثاء اللي كتبه أبوها على المقبرة، اهتم بيها، أحبها، أطلق عليها لقب شهيدة الحب. الملك فاروق جه زار المكان، الأدباء والمثقفين والصحفيين ورجال الدولة جم تون الجبل. طالما أديب الأدب العربي طه حسين موجود، فكان لازم تيجي القامات الثقافية والعلمية وعلماء الآثار.